هذا وافتتحت أمس رسميا السفارة الأمريكية في القدس، وحضر الحفل 8000 شخص بمن فيهم ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا. الرئيس الأمريكي بعث برسالة فيديو أشار فيها إلى أن واشنطن تحاول تحقيق السلام من خلال فتح السفارة في القدس. الخطوة الأمريكية هذه لاقت استهجانا واسعا، حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والفاتيكان أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.